السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله بخير Today إن شاء الله We will review the first 15 ayah آية from Surah Al-Balad And we will practice the last 5 ayat Let's read together بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبداً أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح العقبة وما أدراك ما العقبة فك أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة Now ayah آية number 16 أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة

ثم كان من الذين آمنوا One more time. ثم كان من الذين آمنوا Again. ثم كان من الذين آمنوا Try to say it by yourself. Good job. وتواصوا <laughs> Sobri. Water well so be sobery. Water was so be sobery. was well so be sobery. Water well so be sobery. Water well so be sobery. Again, Water well so be sobery. Water was so be sobery. Try to sit by yourself. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة Good job. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ آيَة 18 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

أولئك أصحاب الميمنة Try to say it by yourself. Good job. أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ۖ والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا say it by yourself. Good job. هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة, هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب, هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة Say it by yourself. Good job. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ اصحاب المشامه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Now we have only the last ayah. آية. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصَادَةٍ If you noticed here, we have ra, we have two dammas and meem. We have to keep the tanweem silent and we have to make it like ميم نارم like this. نارم مُصَادَةٍ نارٌ مُصْدَه عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْدَه عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْدَه عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْدَه okay. set by yourself good job one more time with me عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْدَه عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْدَه try to say it by yourself. Good job. Now let's read from 1 to 20. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده Now you have to practice, inshallah, from 1 to 20, and inshallah we will send you another surah next time. Jazakumullahu Was wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.